اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نستعرض فيها بالارقام والتحليل اداء مؤشرات البورصه المصريه التي ارتفعت لدى اغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح المؤشر الرئيسي للسوق جي اكس 30 نسبته 96% مسجلا 6066 نقطه و54 نقطه، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 13% إلى 350 نقطة وربع نقطة، وأغلق مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة 55% ليصل إلى 770 نقاط و57 نقطة، كما صعد مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 1.2% مسجلا نحو 6157 نقطة و 82% نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 33.63%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 14.3%، وجاء قطاع الاتصالات ثالثا بنسبة 12.53%، بينما حل قطاع الخدمات المالية رابعا بنسبة 11.62%. وبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 89.42% من إجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 2.19%، بينما اتجه الأجانب نحو البيع أيضا وحصلوا على نسبة 8.39% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 42.78% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 57.21% من التعاملات. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 4.5%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية لحاملي بنسبة 7.8%، ثم سهم بنك بركة مصر بنحو 7.52%، ثم سهم القاهرة للاستثمارات والتنمية بنسبة 6.98%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدرها سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 4.5%، ثم سهم ديسكو مصر بنسبة 4.47%، تلاه سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 3.64%، ثم سهم سماد مصر بنسبة 2.87%. هذا وقد استرد رأس مال السوق لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2 مليار جنيه من خسائره، ليصل إلى 396.6 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 651 مليون جنيه. وللمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم، ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال. أستاذ صفوت، أهلا بك. اسمح لنا أستاذ صفوت ومشاهدينا الكرام نتابع هذا التقرير ثم نعود لنبدأ تحليلنا بالتفصيل مع الأستاذ صفوت عبد النعيم. مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأفراد العرب، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم. السوق المصرية شهدت تواصل عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة استرد نحو 2 مليار جنيه من خسائره، ليصل إلى 396.6 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 651 مليون جنيه. وربح المؤشر الرئيسي البورصة المصرية إي جي إكس 30 ما نسبته 96% متجاوزا 6000 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%، وأغلق مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة 55%. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ الآن تحليلنا لأداء سوق المال المصرية مع الأستاذ صفوت عبد النعيم. أهلا بك مرة ثانية أستاذ صفوت. يعني كيف تقرأ أداء البورصة في جلسة تعاملات اليوم، خصوصا أنها ربحت حوالي 2 مليار جنيه إضافة إلى رأس مالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. جلسة اليوم هي ترجمة للاتجاه العربي اللي احنا ماشيين فيه بقالنا فترة بعد الهبوط الكبير اللي تم لغاية مستوى 5500 نقطة وابتدينا نرتدي منه في محاولة الاستقرار، مش اختبار، محاولة الاستقرار في مستوى 6000، لأن أنا عندي منطقة عرضية كبيرة جدا، مش منطقة صغيرة، هي منطقة بين 6300 لغاية 5500 نقطة، هي دي اللي السوق بيتحرك فيها الفترة دي كلها. الفوجوات اللي بتحصل فيها كبيرة ما بتأثرش في الأسهم بشكل قوي زي ما الناس شايفه، لان انا كسرت مستويات دعوم كبيره، فانا بختبر مستويات الدعوم السابقه اللي لسه ما اقدرش اقول عليها ان هي ابتدت تردني ارتداد صحيح لاعلى. فانا دلوقتي كل الشغل بيتم في بالنسبه للمؤسسات في الاسهم القياديه، هو ده اللي بيرد المؤشر معايا بنسب معينه. انا بحاول بجلسه النهارده بعد ما بدات بانخفاض اول الجلسه حوالي من 11 ل 15 نقطه ابتدت ترتد تاني. طبعا الفتح بتاعها ان هي على انخفاض كان متواكب طبعا مع افتتاحات البورصات العربيه والبورصات الاجنبيه، اغلاقات البورصات الاجنبيه امس، ده كان طبيعي. احنا بدانا انخفاض وكانت اسعار الاسهم واغلاقاتها بجلسه امس كانت بتوحي ان الجلسه هتكون هابطه اليوم، الا ان عوده الارتداد بعد تقليص برضو الخسائر في البورصات العربيه زي بورصه السعوديه معانا في الافتتاح، ابتدت المؤسسات المصريه ما كانش ليها اي دور في اول الجلسه خالص، ابتدت تخش شراء، كانت التعاملات كلها بيع من الاجانب والافراد عموما، ابتدت المؤسسات المصريه تخش الشراء، بس كان الشراء مركز اكتر في البنك التجاري الدولي اللي كان بيمثل حجم تداولاته 13% من تداولات السوق النهارده بتداولاتها 51 مليون، ده اللي ابتدى يرفع المؤشر. وطبعا وفي نشاط ملحوظ في اسهم جلوبال تيليكوم الاسهم القياديه، كان في النهارده برضو نشاط ملحوظ في اسهم جديده في السوق بالنسبه للتي بلس زيرو والشرب الهامش، ده كان خالق فرصه او قوه شرائيه جديده بالنسبه للسهم راس مال السوقي الجديد، هيعمل ازاحه للبنك التجاري الدولي من المؤشر زي سهم اعمار، وده اللي خلى قطاع العقارات يمثل 30% من السوق النهارده. ده هنبتدي نشوف فيه رواج ونشاط بالنسبه لقيم التداول بعيد عن ارتفاع او هبوط السهم الفتره اللي جايه. كل ده تركيز في الاسهم القياديه في الوقت الراهن، بعد انا اعتقد ان تركيز المؤسسات في هذه الاسهم الفتره ديت بعد الخروج اللي تم الفتره اللي فاتت والهبوط مع انخفاض اسعار البترول والبورصات الاجنبيه، اعتقد ان هو بدايه بناء مراكز شرائيه جديده بالنسبه للمؤسسات، منتقاه في الاسهم القياديه بالفعل اذا كانت القديمه زي البنك التجاري الدولي او بالنسبه للشركات العقاريه المدرجه في المؤشر الرئيسي. تمام. طيب يا استاذ صفوت، هنفضل لحد امتى في هذه المساحه او المساحه العرضيه بين 6000 الى الاقل 5000؟ هنفضل في هذه المساحه لحد امتى؟ الى ان ينتفي الاثر الاساسي. احنا بالنسبه احنا بورصتنا بورصه تابعه دلوقتي. الاثر الاساسي في البورصات العربيه والبورصات المصريه هو البورصات الاجنبيه اللي تابعه لاسعار النفط. تمام. بورصه النفط طبعا زي ما احنا شايفين في هبوط في اسعار النفط من اول العام، او من انا في رايي من شهر 10 2014، من اول ما كان امريكا ابتدت تقول ان انا هعمل اكتفاء ذاتي من النفط وهي اكبر دوله مستهلكه في العالم. في تنبؤات بعد هبوط اسعار البترول وفعلا لمستويات 30 دولار ان في توقعات بالنسبه ل 2013 هبوط مزيد من الهبوط في اسعار النفط، طبعا زياده المعروض العالمي اللي احنا شايفينه، وفي نفس الوقت عدم جديه في قرارات الاوبك ان هم هيخفضوا الانتاج، وطبعا بالنسبه لتعنت من السعوديه، ده كله زياده المعروض وقله الطلب هو دوت اللي عامل انخفاض في اسعار النفط الفتره الجايه. فلو اسعار النفط استقرت هتبتدي البورصات كلها تستقر. تمام. المؤشر اي جي اكس 70 صعد المره دي او النهارده ولكن بنسبه طفيفه حوالي 0.3%، تقييم حضرتك للاسهم في هذا المؤشر؟ هو مؤشر اي جي اكس 70 مؤشر حساس جدا دلوقتي بالنسبه لتعاملات الافراد اللي هم اول ما بيشوفوا اي صعود في المؤشر الرئيسي بيخشوا تبقى عمليات مضاربيه اكتر وبناء مراكز جديده اللي هي لسه ما اتحركتش، يعني في قوه شرائيه خفيه دلوقتي على اسعار الاسهم الزهيده اللي موجوده دلوقتي. اول ما بيلاقوا اي تحسن، التحسن بيبقى طفيف قروش او يعني نسب من 1% او 2%، ده بيخلي الافراد تخش تشتري تاني، فالارتفاع بتاعه برضو بيبقى ارتفاع طفيف، الى ان نلاقي قرارات اقتصاديه بالنسبه للشركات المصدره
والمدرجة في هذا المؤشر هو ده اللي ممكن نقول فيه مؤثر خارجي أو مؤثر حقيقي يقدر يشجع دخول الأفراد بعيد عن الأسعار المغرية للشراء اللي ما زالت مغرية وهتفضل مغرية لمدة كبيرة. لما نلاقي فيه قرارات اقتصادية واهتمام أكتر بالشركات المصدرة المدرجة في هذا المؤشر نقدر نقول إن الارتفاع فيه ارتفاع حقيقي، إنما كل الارتفاع دلوقتي هي في منطقة عرضية في الصعود وفي الهبوط بنسب طفيفة جدا. تمام. طيب كان في من أيام أو الأسبوع الماضي حديث عن من المحتمل أن تطرح الحكومة حوالي 20% من بنكين حكوميين بتملكهم الحكومة أو لها نسبة في سوق الأوراق المالية المصرية. تأثير دوت لو حصل وحضرتك أو المستثمرين بيتوقعوا إمتى يطرح في البورصة؟ أولا هو قرار طرح شركات وبنوك مملوكة للدولة طرح عام بالبورصة المصرية. فاحنا عايزين نركز في العنوان أو القرار اللي طالع. أنا مش طرح بنوك بس. لازم أنا واحد من فيه طبعا انقسامات أو آراء كتيرة حوالين هذا الموضوع. أنا في رأيي أنا البورصة المصرية أنا مش مجرد إن أنا أحط أسعار أسهم أو أحط شركات معينة الأسهم تطلع يبقى أنا كده نشطت البورصة، لا. أنا لو نشطت البورصة هنشطها من الشركات المصدرة نفسها. أنا لما أجي عايز أمول بنوك من البورصة ليه دلوقتي؟ ليه وأنا عمال يعني أسحب سيولة كتيرة جدا من البلد من أيام افتتاح قناة السويس وارتفاع شهادات الاستثمار فيما بعد؟ كل ده سيولة موجودة وما فيش توظيف أصلا. يعني مفيش توظيف ومفيش استثمار زي ما احنا شايفين، معدل التوظيف اقل من معدلات الزياده في الودايع. فانا دلوقتي انا امول بنوك ليه؟ هل التمويل هيبقى عشان تنشيط البورصه ولا عشان فلوس الخصخصه اللي هتنزل بالنسبه للبنكين او اي بنك، اي بنك مش شرط بنكين بعينهم، هسد بيها عجز موازنه تانية او غيره. يعني لو طرح اسهم بنكين في البورصه دوت مش هيعود بالفائده على البورصه وادائها؟ ما انا لازم اشوف الدافع الاول. انا هطرح في البورصه ايه؟ لا، انا لو عايز اطرح في البورصه انا عايز اطرح في البورصه عشان اخد تمويل. يبقى مين الاجدى بالتمويل؟ الشركات المصدره والشركات الصناعه اللي فيها عمال ونشاط اقتصادي وعمليات انتاج وتصدير فيما بعد، هي دي اللي محتاجه تمويل واعاده هيكله، ام البنوك اللي هي ما عندها فائض في الودايع عشان وما عندهاش توظيف هي دي اللي محتاجه تمويل، ولا الفلوس هتتاخد زي برنامج الخصاصه لما تم زمان، الفلوس هتتاخد بدل ما تروح في اعاده هيكله الشركات اللي تم ادراجها تبقى خزينه لوحدها عشان سد عجز الموازنه او غيره. فانا طبعا لو الحكومه القرار ده طبعا نشط جدا للبورصه، بس في حاله إذا تم البدء بطرح الشركات وليس بنوك في البورصة المصرية. تمام. هو أيضا في يعني كلام عن طرح مجموعة من الشركات في القطاع العام من ضمنهم مثلا شركات في قطاعات التأمين والنقل أيضا. تمام. أنا عندي في مشاريع قومية هتيجي في النقل ومشاريع قومية في الشحن ومشاريع قومية في الكهرباء في الضبعة والكلام ده كله. أنا في مشاريع موجودة فعلا هيتم البدء فيها. لازم يكون في تخطيط سليم للتمويل. يعني أنا ما قلت قناة السويس من شهادات استثمار. أنا المفروض بقى لما أجي أمول الشركات الجديدة ديت أختار قطاعات معينة وأبتدي أشوف أنا عندي برضو في مشكلة إيه عندي في الاحتياط النقدي. طب أنا أجيبها إزاي؟ أنا ممكن أنشط البورصة وأفيد الاحتياط النقدي في نفس الوقت. إذا عملت طروحات لشركات عملاقة باستخدام سكوك التمويل بالعملات الأجنبية بالنسبة للمصريين في الخارج أولا، دي أول حاجة أنا هنشط بها البورصة بأدوات جديدة وبفلوس جديدة أو دم جديد نقدر نشوفه. إنما لو أنا أدركت شركات دلوقتي بنفس أسلوب الطرح بدون تخطيط إن أنا نوعية السيولة اللي داخلة اللي ممكن تخش لي السوق إيه هي، هبقى بمتص السيولة من السوق بدل ما أنا بفيد السوق. في نفس الوقت إن التمويلات إن أنا اللي أنا عايزها عشان الشركات ديت لازم أنا الأول أهتم بالشركات الموجودة الأول إن أنا أطرح منها نسبة. يعني أنا برنامج الخصخصة بدأ معانا من أوائل التسعينات بنسب 10 و20%. طيب ما أنا أكمله، يعني هو لو فشل عشان ما أكملش طب ما أنا أكمله، وفي نفس الوقت أنا عندي الشركات والإنتاج ديت أبتدي أطرح نسب تاني من نفس الشركات الموجودة. لو كانت المصرية للاتصالات عملت طرح ونجح وعلى أساسه عايزين نعمل إدراجات في البورصة، طب ماشي أنزل شريحة من مصرية الاتصالات تاني، أنزل شريحة من شركات الشحن والتفريغ الشركات اللي محتاجه تمويل فعلا تاني. كل بس ده بس هل يعني في ظل ما طرح من المصريه الشركه المصريه هل دوت مواتن انا ممكن اطرح في الوقت الحالي شريحه اخرى في البورصه؟ طبعا
برنامج خاصة، ما انا بداته ب 10% من شرائح الاسهم، وده انا سميته خصاصه، وهو كده مش خصاصه، لان انا ما مشيتش في المراحل الباقيه. لا، انا لو انا هطرح شركات في البورصه جديده، لو شركات جديده خالص كما مرتبطه بمشاريع قوميه، ابتدي امولها من البورصه عن طريق اداره ادوات صناديق الاستثمار، صكوك التمويل الاسلاميه اللي هي معتمده وكانت هتتم، بس تتم بعملات الدول الاخرى. يعني كل مستثمر اولا من المصريين في الخارج اللي هو يتم الاكتتاب فيها بذات العمله بتاعته، وفي نفس الوقت العائد بتاعه ياخده بنفس العمله اللي اكتتب فيها، ده انا هبتدي ادخل سيوله جديده للبلد. تمام. انما لو طرحت شركات معلش يعني ما من غير زي جدوى على المستثمرين بس العدد المحدود اللي يعني اضمحلت رؤوس اموالهم في البورصه، هيبتدي امتصاص للسيوله تاني احنا في غنى عنه. يعني حضرتك ما تتوقعش في خلال الفتره المقبله ان احنا نجد مستثمرين جدد يدخلوا البورصه في هذا الوقت؟ المستثمرين الجدد هم يعني انا عندي المستثمرين عرب اجانب والمؤسسات المصرية. عملنا كذا صندوق بالنسبة للمؤسسات المصرية، وبالنسبة للبنوك برضو بيبقى فيه تصفية للمحافظ بتاعتها. يبقى أنا عندي المستثمر العربي، المستثمر العربي لسه مرتبطة أسواقه بأسواق النفط. طيب ما أنا عندي مستثمر غايب عني اللي هو المصريين في الخارج، وعايز وعندهم مدخرات قد كده، وشفنا في مدخرات جت قد ايه بالنسبه لقناه السويس وغيره. طب ما انا اعمل لهم حاجه جديده في نفس الوقت استخدم ده التمويل مره اخرى. انما كمستثمر اجنبي انا اعتقد مستثمر اجنبي مستني انتهاء البنيه التحتيه بالنسبه للدوله، مشاريع البنيه التحتيه. انا مش هاجي استثمر، المستثمر الاجنبي هيجي يستثمر وانا البنيه التحتيه او المناخ الاستثماري بتاعي او قانون الاستثمار الموحد بتاع الشباك الواحد اللي لسه ما اتطبقش او لسه اتخذ فيه اي اجراءات، لسه فيش اي حاجه من دي تمت. تمام. فانا مش منتظر بالنسبه للمستثمر الاجنبي الا لما اخلص المناخ الاستثماري. نرجع لتعاملات اليوم، التداولات بلغت حوالي 650 مليون جنيه، تقييم حضرتك لحجم التداول في جلسه تعاملات اليوم، وهل تتوقع يكون في زيادات في الجلسات المقبله ولا هنكون في هذا المعدل؟ من أسوأ طبعا النقط اللي حصلت النهارده في جلسه الارتداد، انا بسميها جلسه ارتداد بعد ما بدات بهبوط النهارده، هو احجام التداول. احجام التداول الفعليه هي 392 مليون زائد حوالي 274 مليون سندات، فالتداول الحقيقي 392 مليون، اقل من المتوسط اللي احنا متوقعه في جلسات ارتداد وفي شراء في اسهم المؤشر وفي قوه شرائيه جديده بالنسبه للاسهم الشراء الاسهم المخصصه اليوم. اعتقد تداولات النهارده ضعيفه بنسبه كبيره جدا، انا كنت اتوقع ان هي تعدي 500 مليون، انما 392 مليون. يعني حضرتك بتتوقع انها تبقى 500 مليون رغم ان حضرتك بتقول ان جلسه النهارده كانت جلسه ارتداد بعد جلسه ارتداد؟ انا عشان احس ان جلسه ارتداد حقيقيه لازم اشوف فيها احجام تداول عليها. فالاحجام التداول وفي كمان مؤثر خارجي او اللي هو ادراج الشركات المخصصه الجديده اللي في نفس الوقت القيمه السوقيه بتاعت شركاتها او عدد اسهمها كبيره جدا دخلت النهارده السوق، زي سهم اعمار زي ما بقول لحضرتك، ما لقيتش قوه شرائيه تدفع تعدين ال 500 مليون، فده يمثل ضعف قوي جدا في السوق في هذه المرحله. والضعف عند مستوى 6000 نقطه انا بشوف ان هو يعني حاجه سيئه لجلسه اليوم او الاغلاق الاسبوعي لو ما اغلقتش عليه بجلسة الغد. طيب هل الارتداد على ارتفاع دوت من المتوقع ان حضرتك نشهده في جلسه تعاملات الغد نهايه الاسبوع؟ اعتقد بجلسه بكره على المستوى الاسبوعي بقى مش اليومي هتكون اشبه بجلسه النهارده بالنسبه لضوابط معينه. بمعنى يعني انا المفروض ان انا استقر من نهايه الاسبوع على مستوى 6000 نقطة، فوق مستوى 6000 نقطة. أنا عندي مشكلة كبيرة جدا إن أنا التركيز النهاردة كان في شراء في الأسهم البنك التجاري. عندي الأسهم البنك التجاري النهاردة عمل أعلى مستوى 32 جنيه و80 قرش، المستوى 32 جنيه و80 قرش دلوقتي أهم مقاومة بالنسبة للبنك التجاري. اللي أقدر لو عداها أقدر أشوف مستويات فوق 6130 اللي هي المقاومات بس اللي من خلال سهم التجاري الدولي بس ولا؟ ما هو سهم البنك التجاري الدولي هو دلوقتي اللي هيكون زي ما هو كان نشط النهاردة بنسبة تداولات 13%، بكرة برضه هيبقى نفس الحكاية. فهل المؤسسات المصرية هتستمر بكرة في نهجها في شرف البنك التجاري ان هو يخترق 32 جنيه و80 قرش؟ لو تم هذا جلسات الاسبوع اللي جاي كلها هتبقى جلسات يعني مبشرة للمستثمرين. طب تتوقع المؤسسات المصرية هتنتهج ايه؟ بدون توقع، ما فيش حد يقدر يتوقع نهج المؤسسات المصرية في هذه الفترة، يعني هي عكس التوقعات تماما. انما نقدر نراقب هي هتعمل ايه. لو انا شفت التداولات بتاعتي
مش قادر اخطي بالنسبه للتجار الدولي 32 جنيه و80 قرش. انا بقول الكلام ده كمؤشر للافراد بالذات بكره عشان يراقبوا السوق عامل ازاي. حضرتك تنصح الافراد بانهم يستمروا بس في مراقبه السوق ولا اول ما يلاقوا احجام التداول زادت في البنك التجاري الدولي وقدر يخترق 32 جنيه و80 قرش ممكن يشتروا في اي اسهم ثانيه، حتى في الاسهم السبعيني برضه، حتى في اسهم السبعيني. ما هو تعويض تابع لده، ده للاسبوع اللي جاي. لو لقينا ان احجام التداول مع عدم اختراق 32 جنيه و80 قرش هيبقى سهم التجار الدولي مرشح ان ينزل 29.5 تاني يختبرها كمستوى دعم. فلازم الناس في جلسه بكره بالذات يكون في عندهم حرص ومراقبه لهذا الكلام. تمام. الاستاذ صفوت عبد النعيم خبير اسواق المال، شكرا على تشريفك ضيفا كريما في حلقه هذا اليوم من مؤشر انمي. شكرا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مؤشر النيل. في الغد إن شاء الله حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج وإلى اللقاء.